يلا سيدي خير. 7:09 دقائق الجمعة 23 سبتمبر، إن شاء الله نهاركم خير وبركة. أنتم على إيميسيون إمبوسيبل على EFM، أحلى راديو كالعادة. نحلوا أهم الأخبار، نعلقوا على أهم الأحداث اللي عاشتها بلادنا وعاشها العالم، إذا كان فما أحداث مهمة باش نعلقوا عليها. مراد زغيدي، عودة ميمونة، بونجور بونجور، صباح الخل، صباح الفل، صباح الخل. أنا رديت على الخل، على الخل، هو باهي الخل ولا مش باهي؟ فما بيك أنا يتقدم به. اي بالضبط، فما مدارس وفما شكون يقول لك حياتي خل خايبه، وفما شكون. احسن حاجه نصيحه طبيه على الطاير، حبل ما تقوم شويه ماء سخون وشويه خل، باهي للكوليسترول، ينحي الكوليسترول ويسرح العروق ويسرح الشحم اللي موجود في احسن حاجه في الصباح. ولعلمكم نشط البرنامج في فتره من الفترات في حياته، نعم، ضعف شويه من الوزن نتاعه، وكان يستعمل خل ونصحني به، وكان من دعاة من دعاة خل التفاح، اللي بالنسبه للبران كي تقطع خل التفاح وقتها بالحق يحسوا انه فما ازمه، لانه هي من المواد الاساسيه في حياته. كل قدير وقدره، فما ناس تلوج على القهوه والزيت، فما ناس تلوج على بارك الله فيك مراد، بطل الحرب العراقيه الايرانيه، بطل معركه خرمشهر، بطل معركه تحرير شط العرب، زياد الهاني. يصبح الورد وبرشا محبه، نهار سعيد مبارك على الجميع، ونهايه اسبوع فهمتي سعيده، وان شاء الله في دينا سكول تلعب لي بالراحه اللي تعطيها الطاقه باش الجمعة الجاية فهمتي تبداها فهمتي بقوة، عندنا وتبداها بانتشاء. عندنا ديوان المظالم اليوم، خلطنا ولا مازلنا؟ اليوم إن شاء الله عندنا في ديوان المظالم، وباش نلاو فيها أول قضية نتاع شخص بدون جنسية في تونس. يعني وليت عندنا ظواهر البدون كما كانت موجودة في الكويت، هذه البدون يسميوهم. إن شاء الله تكون الظاهرة هذه هي الوحيدة والمعزولة. إن شاء الله. سيدي عبد الستار باش أبي اللي في عهده من الناس كل كانت عندها جنسية، المالطي مالطي، الفرنساوي فرنساوي، الطلياني التونسي. بخير، نهاركم اسعد الايام، نهاركم زين ان شاء الله، نهايه اسبوع مريحه للي مش ارتاح، اما اللي كيفي هذا مش ارتاح، ما عندوش من نهايه اسبوع، مش مشكله، على كل حال نعوضوا معناها على الاقل القديم، سينو بحق ان شاء الله على كل حال نهار سعيد بالنسبه للناس الكل. نجيب تزيري بطل المشروع الشعب يريد، الى الامام نجيب، صباح الخير. صباح النور، صباح الخير سيد الشيخ، صباح الخير المستمعين الكل، صباح الخير تونس، يا ربي اللي عمل عليك بشدة فيك وربي يحمي تونس. قالوا لي كان عندها عركة كبيرة مع ويني مانديلا، من يملك قلب نيلسون، من يملك قلب ماديبا، عضوة المؤتمر الوطني الإفريقي، شاركت في برشا حركات تحرر إفريقية، شاركت لوران ديزيري كابيلا في معركة تحرير الكونغو من موبوتو، حكم موبوتو. غفران بينو، صباح الخير. صباح الفل، صباح النور، اشرقت الانوار اليوم، الضحك ولعب الاسبوع الثاني، نهايه الاسبوع الثاني، يعني قل علي بديت البارحه. صباحكم بالخير الناس الكل، وان شاء الله نهاركم طيب. والله ونحب نستغل المناسبه هذه باش نترحم على الفنان الكبير هشام سليم، الفنان اللي ما كانش فنان فقط، هو انسان، يعني مؤخرا كيفاش قاوم يعني الفكر الرجعي يعني في مصر، وكيفاش ساعد بنته انها باش تغير الجنس بتاعها، وهذه خطوة كانت شجاعة منه، إن شاء الله ربي يرحمه طيب بثرة. حضر لي خليل ليالي الحلمية، خلي اللي روح هشام سليم، لكن قبل بذلك اليوم نهار جمعة كالعادة ما يسالش هشام سليم، لكل من غادر، لكل من يقاتل في هذه الحياة ما يسالش، نرفع المعنويات بدعاء يوم الجمعة. اللهم إنا نسألك في صباح هذه الجمعة أن تجعل لكل من يمر بضيق فرجا، امين، ولكل مهموم راحه، امين، ولكل حزين سعاده، امين، ولكل داع اجابه، امين، ولكل مريض شفاء، امين. اللهم في صباح الجمعه سر خواطرنا بخبر جميل، امين، وعافي كل مريض، امين، وارحم كل ميت، امين، واشرح صدورنا، امين، انك على كل شيء قدير يا رب. اللهم صل على محمد. سيدنا النبي قمر، بعد 7:14 دقيقة في سياراتكم أينما كنتوا، طريق السلامة، نسمع توا السيركولاسيون مع شيماء في انفو ترافيك. امبوسيبل على EFM، أحلى راديو. نحب نذكر اللي يضيف اليوم في الحوار الصباحي اليومي باش يكون سي بسام المساوي، مدير عام
تي ال اس كونتاكت منطقة شمال افريقيا. اي سؤال على الفيزاوات، اي حكايات تخص مطالب الفيزا، نجمون تبعثوهم لنا على باج فيسبوك اي اف ام، باش نطرحوهم على سي بسام بيساوي المدير العام تي ال اس كونتاكت، باش يجيو الاف الاسئله. ما يسالش، خلي الاف الاسئله، موضوع نعرف موضوع مهم جداً. طبعا نعرف موضوع مهم هذاك، عليه انا مصر على اعلان على ضيفي سي بسام المساوي، باش يكون معنا مباشره مدير عام تي ال اس كونتاكت بمنطقه شمال افريقيا اللي تشمل تونس المغرب والجزائر. قبل ما نمر لفقره العاده اللي هي كيما هنهيا مع سي عبد الستار عمامو، عندي ديديكاس. ديديكاس معتز موسى يبعث البنوتو بنوتو بنوتو بالقيس 9 سنين، يحب يقول البنوتو عيد ميلاد سعيد. هو معتز يقول بلقيس، امها اقبال اخوها صخر يقولوا لها يا بلقوسه يا باهيه يا بنينه يلي عمرك 9 سنين، ان شاء الله عقبال 100 سنة. يلا سيدي، توا اللي عمره 78 سنه عبد الستار عمامو باش يحكي لكم كيما هنهيا. فرحان انه كد الديديكاس للطفله، وهاو توش نقول لك علاش. علاش؟ خاطر كيما اليوم 23 سبتمبر 1875 اللي وافق وقتها 23 شعبان 1292 هجري من هجرة من له العز والشرف، جددت عمارة جامع الحلق اللي موجود في سوق في التمارين سوق السلاح باب جديد العاصمة التونسية. جامع حي صغير، هو خطبته التاسعة في تأسيس الخطبات متاع تاريخ تأسيس الخطب في مدينة تونس. علاش هو صدفة أرادت أنه كيما اليوم جددت العمارة؟ كنقول جددت العمارة، الجامع موجود من قبل، لكن عاودت جمعية الأوقاف عام 1875 عاودت تصليحه ووسعت شوية ودخلت عليه تحسينات. الجامع يرجع الفترة الحصية، أسس حوالي عام 1400 وشوية، أما ما نعرفوش بالضبط شكون اللي بناه، والامر بالبناء ما نعرفوش، ما نعرفوش حتى التاريخ بالضبط عام التاش، نعرفوا تجديدا ما نعرفوش البناء. اما فما اسطوره ياسر حلوه حكايه يداولوها الكبار حول بناء الجامع، جامع الحلق. وعلى وهذا اللي قلت علاش انا فرحان اللي بدينا ببنيه، معناها اول برنامج هو انه يقولوا ان فما امراه أمه كما يقولوا، معناها مرأة كبيرة عديت عمرها كامل تخدم وتلم في الفلوس، وصلت سوم معينة، معناها سوم معينة من الفلوس، قررت باش نبني بها الجامع. فشريت طريف لوطا هذيك الأرض هذيك الموجودة وأعطتك الفلوس هذيكم بكل، قالت ابنيوا لي به جامع، أنا ما عنديش صغار ما تزوجتش، نحب معناها تقعد حسنة عليا تمشي معناها بقيت عمري. وبداوا يبنيوا في الجامع بالفعل، لكن وقف الأشغال لأنه ما فات الفلوس، مازلت بقية أشغال وفات الفلوس، وهي كانت عندها حلق شناشة مخبيتهم الموتها، معنى كي تتوفى مش يوصلوها بها البقعدها. فقيراتها كيكا باعت شناشة الذهب ذوكم وكم قدتهم كملوا بها، وانا مش باش نتلوح متوا حد يوصلني البقعدي. وهذاك علاش يقولوا سموه جامع الحلق إكراما لها المرأة هذية اللي قدمت بيت ربي معناه على مصلحتها الشخصية. لكن انا هنا عندي سؤال، وهو علاش احنا هالمرأة ذي اسمها مش مذكور اذا كانت وجدت بالحق في بالضبط التاريخ؟ علاش احنا المرأة مغيبة؟ تعرف اللي سي حسن وحسني عبد الوهاب كتب بكتابه شهيرات التونسيات لقى كثير من الانتقاد، قالوا له فاش قا بقيت ما تعمل الويش، وفما حتى شكون بيتهكم قال لها هذاك ان كلان دايل زوجته معناه حبي لموا عليها. علاش على النساء؟ علاش تذكر في دور النساء في التاريخ؟ فاش قا تعرف اللي كي تمشي توا تبدلت الدنيا باعتبار المقابر ضيقت ولاو يدفنوا فوق عباد فوق بعض، اما كان القبل دخلت القبل تمشي لتربه البيت او مثلا توا تلقى في الامراء الذكور وكلهم اساميهم موجوده، الاناث مش الكل. علاش؟ خاطر اقرب واحد ليها زوجها ولا اخوها ولا ابوها رفض انه اسمها يتحط على قبرها وهي ميته. كانت تحلوا الجرائد في الثلاثينات تلقى انه توفيت الى رحمه الله زوج فلان،
اسمها مش موجود، ولا كريمة فلان اسمها مش موجود. هنا هذا سؤال نطرح. هي سيدي عبد الستار وأنت زادة لا تقل قيمة في البحث في التاريخ عن حسن حسني عبد الوهاب، الاسم شكون شكون تنجم تقول؟ ما نعرفوش، معناها التاريخ غيبها المرأة هذه. ورغم ذلك التاريخ زاد عطاها حق شهيرات تونسيات حتى في القرن 19 وكذا، عزيزة عثمان، عفوس، سيدة المنوبية. أما هذا غيث من معناها قطرة من بحر. بالضبط. وحتى هو كلامك صحيح عبد الستار، وفي نفس الوقت المخيلة التونسية يعني ما بقي من التاريخ ما بين الأسطور والحقيقة فيه وجوه، أولهم عليسة بطبيعة الحال، لكن حتى الزازية الهلالية نعتبروها يعني صنعت تاريخ البلاد. الكاهنة نعتبروها كذلك كانت محاربة صنعت كذلك تاريخ البلاد وصنعت كذلك يعني احنا مقارنة يبدو لي بأجزاء أخرى من الشرق العربي أعطينا للمرأة أكثر جزء أكبر شوية في المخيلة الوطنية. يبدو لي غفران بينوس، ما تنساش أريج الحمروني، ما تنساش شيماء أنفوترا فيك، هذا من كل الضياع من شهيرات البلاد اللي على روسنا وعلى عينينا. هذا كان كيما هنهير. يلا سيدي مليش باش نبعدوا برشا على كيما هنهير، راهو في كونغرس اللوردات اللي باش نبداوه بخبر اثرته امراه تونسيه مشات للمركز بدلت بطاقه التعريف نتاعها، بهتت من حاجه وتصدمت من حاجه. رحمه العيادي مشات للمركز عملت مطلبها في بطاقه التعريف، رجعوا لها بطاقه التعريف، هي ما تخدمش فبهتت من حاجة أنا كنت تخيلها طبيعية، لكن هي فيقت برش عباد منهم أنا أنها حكاية غير طبيعية. رحمة عيادي معنا توا على الهاتف. صباح الخير لرحمة. نهاركم زين، نهاركم زين لكلكم، الحضور الكل يعيشك يعيشك لرحمة. لرحمة أنت أثرت موضوع كان ماشي من تحصيل الحاصل وحد لانتباه ليه، وقلت لي هذه مسألة غير عادية، ما نسخيلك تحكي على غلطة كذا، لكن وقت اللي بينت لي الموضوع ألور لا أن جراند باي نجم يتحل على المسألة هذه. أحكي لنا شنية الحكاية وبإيجاز يا رحمة. وبإيجاز داكوزو إلا فعلي بعد 10 سنين صروحيت بطاقة تعرف متاعي وفات ومشيت نطلع فيها. أيوة. جيبنا شهادة إبراء، جيبنا ورقة من عندي معتمد أنت ما تخدمش، أوكي سيبا ما تفهمين. جيت نشوف المهنة نلقاها شؤون المنزل. أيوة. حبيت نعرف معناها شؤون المنزل. مشيت للمنطقة تاع الحارة نتاعنا في ولاية منوبة، لقيت غاديك امرأة ربي يعينها، قلت لها حكيت شنو هي حكيت شؤون المنزل، معناها الفتاة اللي ما تخدمش ما عندهاش شهادة أنها تخدم حطوا لها لا شيء معناها. قالت لي من هنا يقدموا لي نحطوا شؤون منزل. قلت لها اش معناها شؤون منزل، معناها حطيتونا صنفتونا ما نخدموش. قالت لي حتى المرأة اللي عندها دكتوراه حطوا لها شؤون منزل. معناها بالنسبة لنا استفزاز. ما نعرفش علي شؤون المنزل عندهم هما نخلصوا عليها احنا الشيء هذايا. والله في قلب تفدليك درت راسي، قلت له سامحني الدوله تو حطت لي مهنه شؤون منزل، لازمك تصب عليا سنتين ولازمك تعطيني شهريه. هو في قلب تفدليك ما نعرفش فما كان انا تقلقت منها، ربيت البيوت ما عندناش كي شؤون منزل. كي برهان سامحني معناها موظفه ولا اي انسانه تخدم ما عندهاش شؤون منزل. بالضبط. يعني نورمال ما تحط لها المهنة وشؤون المنزل، كي هي ولات مهنة شؤون منزل. واضح. والمنزل على الراس والعين معناها ماهوش ما هيش حاجة خايبة. واضح. أما مش الدولة تذكرني في شؤوني إيش نعمل وإيش ما نعملش. واضح. رحمة العيادي وضعت يعطيك صحة، مشكورة رحمة. ربي فضلك. ربي فضلك وإن شاء الله نهارك زين. رحمة العيادي. شكرا. رحمة العيادي حطت صباحة على مسألة كنا نعتقدوها عادية. قالت لك شنو هي بطاقة تعريف؟ المرأة اللي ما تخدمش يحطوا لها شؤون المنزل، هذا قرار الدولة التونسية ووزارة الداخلية. شؤون المنزل خدمة تخلص عليها، خلصوا عليها سي ان اس اس، خلصوا عليها كذا، شنو هي الحكاية؟ هو اللي نعرفه انك كانت قبل تتحط لا شيء لا شيء لا شيء المهنة لا شيء. ثم تقريبا عام 93 كذا تقريبا، خاطر نفكر ان وقتها الوالدة بدلت بطاقة التعريف نتاعها، كانت موجودة لا شيء، قالوا لها لا سمحنا راهو لا شيء ما عادش تتحط. يبدو ان فار سيركولي خرج منشور يقول انهم يحطوا، يبدو ما ريتوش. اما نفكر عام 93 فقط تبديل البطاقة نتاعها قالوا لنا ما عادش تحط شيء. هذا عادي غفران؟
والله جوست نحب نقول حاجة، اللي ربيت المنزل يعني في بلدان تحترم نفسها تخلص يعني، ولكن الغير عادي انه ذكر المهنة في بطاقة تعريف يعني، اللي اليوم ما زلنا كان احنا قاعدة انت جملة قصة ذكر المهنة، ذكر المهنة ضدها اكيد هي وسيلة من وسائل التمييز بالنسبة لي يعني. يعني اليوم لا هي موجودة في المغرب، لا هي موجودة في الجزائر، لا موجودة اوروبا يعني، وما هيش موجودة في حتى بلاد من الاتحاد الاوروبي يعني، واليوم نلقاوها ما زالت موجودة يعني، دون عاد يقول لك والرجال رجال يحطوا لهم عامل يومي، على فكرة الرجال ما يحط لهمش لا شيء، اي شنو لا مش فقط لا يحطوا لهم شيء، كانوا يحطوا كانوا يحطوا عادل يحطوا لا شيء وتوا ولا يحطوا عامل يومي، كانوا يحطوا لا شيء ولكن موجود، لا انا عندي صديقي يحكي لي صديقي مشي باش يطلع باش يطلع بطاقة تعريف وهو ما يخدمش وقتها كان نائب في البرلمان، ومن بعد ما عادش ماهوش قاعد يخدم، قالوا له ما نحط قول لهم حطوا لي لا شيء، قالوا له لا باش نحطوا لك راهو عامل يومي، يعني 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 اولا كما قال توا غفران احالتني المساله اخرى جوهريه، قصه هذه المهنه في طاقه عيش شنو القيمه نتاعها في تعريف الشخص عن طريق مهنته، هذا اولا. ثم ثانيا في المساله هذه التمييزيه، هاي عاطله على العمل حطوا لها شو شو شؤون منزل اللي هي ما عندها حتى معنى، وكان شؤون المنزل حولوها الى خدمه ولا مهنه، يعني الدوله تعترف شؤون المنزل نقصوا عليها سي ان اس اس وداخله في المنظومه التغطيه الاجتماعيه. ثم ثانيا شبيه الذكر وقت اللي ما يخدمش عليه ما يحطولوش شؤون المنزل، اي علاش ما يحطولوش شيء، وعلاش ما يحطولوش لا شيء ويحطولوه عامل عامل يومي. هو المسألة عند اولا شيء من الخطوره، لانه في تونس بطاقة تعريف هي وثيقه جبائيه معناها واللي هي ما فما كان في تونس، فما كان في تونس ديزون في البلدان المتقدمه ماهيش موجوده، القانون هذا من 93 راهو تو. الحاجه الثانيه بار كونت خلي نسبوا شويه الامور نحطوها في اطارها التاريخي، راهو فما حركه كامله من النسويين لفيمينيست ومن غير لفيمينيست اللي يقولوا وأن تربية الأولاد هي مهنة يجب أن تعترف بها الدولة، وراهو عيب وبرشة منهم حتى ناس تقدميات ويضربوا على الحقوق، تقول لك أنا الدولة ما تحترمنيش كي تحط لي لا شيء في إيديه أنا ضحي بحياتي على زوج ولا مراد. أنا أتوقع أنه العمل السيركولير بتاع وزارة الداخلية ما تصورش عملوا بالعقلية النسوية هذه أنه يحب شؤون المنزل تصبح مهنة، هي وش خص أنه كما قلت أنت النسويات شؤون المنزل المرأة اللي تخدم الداخل زاد من حقها تغطية. اليوم فما نقاش داير وصل نتيجة سامح لي زياد وأختم، في بلدان أوروبا سكندنافية اللي هما أكبر البلدان تقدما في مسألة الحقوق الاجتماعية، النساء اللي يخدموا في شؤون المنزل تصير لهم ترقيات اوتوماتيكيه بعد ما يرجعوا لخدمهم، لانه يعتبروا وقت ضيعت عامين وثلاثه وضيعت انت ترينو كما نقولوا في الخدمه نتاعك، وقت ترجع للخدمه يلزم تترقى لو كان نقاش فيه شويه في مفتوح مرك. يلا سلمى هلال للاخبار. انتوما تسمعوا في ميسيون امبوسيبل على راديو اف ام، احلى راديو. مازلنا في كونغرس اللوردات في التحاليل والمعلومات والكواليس. الخبر اللي جاء البارح تقريبا آخر العشية هو القرار اللي صدر على المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب اللي مقرها مدينة أروشا بتنزانيا، أنه على الدولة التونسية العودة إلى الديمقراطية في أجل قدره سنتين من تاريخ تبليغها بالحكم للصادر على المحكمة هذه، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية في غضون ذلك لإرساء المحكمة الدستورية وإزالة كافة العوائق القانونية اللي تحول دون ذلك. المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب اعتبرت أن الدولة التونسية انتهكت حق الشعب في المشاركة في إدارة شؤونه العامة كما هو مكفول في المادة 31 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، كما اعتبرت أن التدابير الاستثنائية المتخذة من قبل الدولة التونسية لم تصدر وفق القوانين المعمول بها في الدولة التونسية ولم تكن متناسبة مع الغرض الذي اعتمدت من أجله. تعليق لوردات. لورد نجيب الزيري شنو رأيك في القرار هذا؟ قرار هذا نقول العركة في جريديك مشيت المحكمة الإفريقية. شنية جريديك؟ شنية هذه جريديك؟ العركة في جريديك بين لأنه شكون عضوها؟ شنية جريديك؟ كلية تقصد؟ كلية اي باو خاطر مش ناس كل تعرف تقصد كلية العلوم القانونية تاع أريانا. تاع أريانا. وش دخلها في القرار هذا؟ ما هو سي بن عاشور هو عضو في المحكمة هذه. شكون سي بن عاشور؟ سيرافع بن عاشور عضو في المحكمة. لكن القانون الداخلي يمنعه أنه يحضر وقت القضية تخص بلاده للتوضيع. سيرافع هو عضو ما زملائه قاعدين معاه في الأخير تخص بلاده، أخي ما مش يسألوه على الوضع العام، وهو موقفه باين من الاستشارة للاستفتاء إلى غير ذلك إلى غير ذلك، ومن 25 جويلية موقفه باين. وأيضا مع العركة بتاع جريديك سي بن عاشور هزة لفريقيا، أيضا دور المغرب في الحكم هذا على المغرب. المغرب قوية في هيكل الاتحاد الافريقي ومنها المحكمة الافريقية، فهمني؟ قوية المغرب غادي، وأثرت على إثر
استقبال رئيس الجمهورية للجابة بوليزاريو. يعني نجيب الزيري لخص موقفك هذا بالنسبة لي، القرار هو مؤامرة عملت في الكواليس فيها سي رافع بن عاشور وفيها المغرب. نعم واضح هذا رأي نجيب. مراد خلي ساعة نذكروا حاجة، أنا متأكد أن الناس اللي تسمع فينا 95% باش ما نقولوش أكثر ما يعرفوهاش. المحكمة هذه هي محكمة ماهيش رأي تابعة 100% للاتحاد الإفريقي، يعني عندها نوع من الاستقلالية، دار المقر نتاعها ماهوش في مقر الاتحاد الإفريقي. هي تكونت عام 2006، فيها قضاة من 11 بلاد يدوروا، معناها فيها روتاسيون على مجموع ال 55 بلاد اللي كونوا الاتحاد الافريقي. خمسه برك اعترفوا بصلاحيه هذه المحكمه، منهم تونس وقت بيجي قائد السبسي. دونك الدوله التونسيه زاده تتحمل مسؤوليتها التاريخيه. انت اعترفت ان المحكمه هذه تنجم تقضي بالمعنى الاول للكلمه، فبالتالي تحمل مسؤوليتك. المحكمه هذه عملت آلية. خمسه بلدان افريقيه فقط، خمسة بلدان يعترفوا بالواحد منهم تونس، منهم تونس اللي امضات على البروتوكول هذاك عامل هو امضات هو مراد هي رئيس المحكمه. فما شكون ممثل في المحكمه، دوله ممثله في المحكمه طبعاً. وما تعترفش بحكم المحكمه. بالضبط. دونك شو تقول القوانين؟ شو تقول؟ انه المنظمات والاشخاص يمكن لهم ان يتظلموا لدى هذه المحكمه، كما تصير في المحكمه الاوروبيه اللي لحقوق الانسان لا فاموس كور. دونك المحكمه هذه مشى لها مواطن تونسي تظلم، باش نكونوا زاد دقيقين، تظلم ضد التدابير الاستثنائيه. تونس ردت عليه وقالت علاش يمشي يتظلم لدى المحكمه الافريقيه باعتبار في تونس عندنا الاليات للتظلم. جاوبت المحكمه قالت لا، ما عندكمش الاليات للتظلم مادام ما عملتوش محكمة دستورية. وراهو التدابير الاستثنائية اللي خذاهم الرئيس قيس سعيد كما قلت انت، وهي اهم جملة تقريبا، غير متناسبة مع قوانين القوانين الموجودة مراد. على المستوى الاعتباري فقط. مراد في الـ في الـ في, الـ في ما وراء التفاصيل القانونية هذه، شنو هي مدى جدية الحكاية هذه؟ معناها برشا عباد يقول لك نفخ واشرب ماء، اصدروا قرارات بخصوص أنظمة في إفريقيا اللي تبارك الله ماهيش ناقصها الانقلابات على الدساتير وعلى الديمقراطية وعلى الأنظمة والضابط اللي يقوم الأولاني يستولى على الحكم، حتى مع مصر أصدروا يعني ضد الحركة السيسي اللي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن بقات هذه كلها حبر على ورق. فما إلزامية للمثل القرارات؟ حتى تعرف نظرية لكن اعتباريا تقلق. علاش؟ خاطر مالغريتو المحكمة هذه عندها صورة باهية، صورة محترمة كما قلت أنت، خذت قرارات جريئة شجاعة ضد أنظمة اللي عندها الوزن نتاعها في الاتحاد الإفريقي. كي أنت تنزل على مصر ما هو شوي. دونك اعتباريا هذا يذكر اليوم الرئيس قيس سعيد وحكومته أن وضعيته القانونية ما كانتش باهية بالكل وقت خذت التدابير الاستثنائية. البعض التدابير الاستثنائية ما زال معبول بها إلى يوم الناس هذا، وهذا يذكرنا مرة أخرى وأن رانا على مستوى الحريات وعلى مستوى السلطات اللي تعطات الرئيس الجمهورية راهي سلطات تفوق المعقول، وأنه حتى الدستور اللي صوت عليه الشعب التونسي دستور فيه وعليه على مستوى ضمانات. الرئيس تو كان يحب يسكر دوسي يمشي للمحكمة الدستورية يعملها في أقرب الأجيال. واضح. زيد الهاني، بين الرأي نجيب بين رأي مراد، ما تشوفش زاد انه ما نعرفش الدبلوماسيه التونسيه ما كانش تجب تلعب دور؟ ترافعنا قدام المحكمه ولا ما ترافعناش؟ بعثوا اخصائيين، اي الحكومه التونسيه بعثت جاوبت خدمه كواليس. يقول لك نجيب راه هذا لعب كله كواليس، هو متاكد بالنسبه ليه هو العهده على نجيب الزيري انه المغرب لعب الدور اليوم كرد فعل في 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 خلق راي عام افريقي معادي لتونس حتى يسهل اصدار مثل القرارات هذه. يعني زياد الهاني تشوف انه قصرنا دبلوماسيا والا ما عندك ما تعمل كي تبدا عندك سياسات خاطئه تكركر فيها؟ انا باش نحكي بما عندي من معطيات. ايوه. اولا ساعه نحب نحيي الاستاذ ابراهيم بلغيث المحامي اللي قام بالقضيه هذه وقام بواجبه وتحمل مسؤوليته كمواطن فلسطيني تونسي باش يمشي الهيئه قارية اللي الدولة نتاعهم صادقة على النظام الأساسي نتاعها وملتزمة باش تحترم القانون الفلكي نتاعها باش يطالب دولته باش تحترم الالتزام نتاعها. شكون هو بربي السي بلغيث المحامي؟ أنا كل ما نعرف عنه أنه محامي. معناها سياسيا ماهوش محسوب على جهة؟ أنا ما عنديش فكرة. هاي نجيب شوف أنا بدو بدو أدخل أنت تلقي يسب فيا بين معك. لا 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 بيسي كنت كان أنا أحدث بما أعرفه. بما أعرفه.
في نفس الشيء تونس مصادقة على مجموعة من اتفاقات فيتي دولية، لهذاك علاش رانا نعتبر أنه مثال عبير موسي وقت اللي فني تمشي للممثلية نتاع الأمم المتحدة باش تطالب الدولة نتاعها باش تحترم الالتزامات الدولية نتاعها، أنا ما نعتبروش هذا فهمتني فيه عمل مشين ولا كذا، بل بالعكس هو مواطن يطالب بحقوقه ويطالب دولته باش تحترم التزاماتها وتحترم العهد نتاعها. بالنسبة للقرار في حد ذاته، أولا ساعة هو مشين من الناحية الاعتبارية للدولة التونسية وصورة البلاد، واحد. اثنين، هالقرار هذايا هتو تشوف من بعد بشرق الصدى نتاعه في برشا تقارير اخرى تصدر على مستويات على مستويات مختلفه في العالم وعندها فنتي علاقه فيني بتونس. الحاجه الثالثه في تقديري انه هذا القرار سيكون، نحط سا مش قد، سيكون ضمن الملف الذي سيقع اعداده لمحاكمه الرئيس قيس سعيد على الانقلاب على الدستور الذي قام به يوم 25 جويلية 2021 وما تبعه من إجراءات لا دستورية أكدتها المحكمة هنا. النقطة الأخيرة اللي نحب نشير لهم متعلقة فيني بالمحكمة فيني الدستورية، واللي المحكمة هنا الأفريقية طالبت الدولة التونسية فيني باش تسرع بإنجاز هذه المحكمة. نحب نذكر اللي أحد أكبر المآخذ للرئيس قيس سعيد على المنظومة السابقة كانت عدم إنجازها لبعثها للمحكمة الدستورية، وعمل في الدستور في بتاعه تركيبة اللي هو كان بإمكانه أول مرسوم يتخذه، أول مرسوم بعد صدور الدستور، مش يعمل لنا المرسوم 54، أول مرسوم يعمله هو ب تكوين وتشكيل المحكمة الدستورية. واضح. قيس سعيد ما عملش هذا. واضح. وهذا إذا كان يدل على شيء أنه رأى كل من يشد الحكم مضى به هو اللي قبله رأى. ولكن قيس سعيد محكمة دستورية باش عملها بناء على دستور جديد اللي مازال كيتعمل توا وصادق عليه الشعب التونسي في 25 جويلية. نجمش تحاسب قيس سعيد على تلك المرحلة الطويلة التي لم ينجز فيها اي طرف سياسي وياخذ بجديه مساله المحكمه الدستوريه. لا 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 هو توا الحاسب على التزامه، هو اي التزامه على التزامه دستوره في 25 قال وقت باش يعمل مرسوم 54، خل الحيز التنفيذ، قال وقت باش يعمل مرسوم 54 اللي هو العصا اللي حضروا فيها للتوانسه في 2023 كي باش تتحل عليهم ابواب جهنم، وما لقاش الوقت باش يعمل فني الدستور اللي كان يعيب على غيره الغياب بتاعه. زياد يواجهك منطقة اخر زيادة من على الضفة الاخرى، يقول لك ايه وين حق شعوب في تقرير مصيرها، شنية تواخيل هيكل هذه باش تولي تحكم في بلاد ذات سيادة، بلاد مستقلة، بلاد كذا، تبدي الرأي اوكي تبدي الرأي اوكي، لكن الناس اللي خرج في 25 جويلية هذوكم هم توانسة وصوتوا على الدستور وقالوا نعم للمسار متاع الرئيس قيس سعيد في الاخر. انت دولة تونسية عندك التزامات، مطالب منك انك تحترم التزاماتك، نقطه ورجع للصفر. بالمنطق هذايا حتى 14 جانفي ما كانتش نجم تحصل، خاطر 14 جانفي انقلبت على دستور بتاع بن علي اللي نجم يقول لك حتى بن علي هذاك هو دستوري وهذاك هو الدستور اللي اختاره الشعب التونسي وهذيك القوانين اللي اختارها الشعب التونسي. يعني ما علاش يعني مش نسكروا التغيير، قال شنو يلزمنا نحترموا قوانين البلاد. كيف يجاوب القرار عنده قيمه اعتباريه، راهو ما عندوش لا قيمه سياسيه بحته ولا قيمه فعليه، معناها ماهوش هو موش هو دو توت فاسون شي يقول القرار هذا، يقول لك انت تعمل مزيه هكا عندك عامين تسترجع الديمقراطيه، فما ضد شكون ضد القرار هذا، فما شكون انه من العامين ما تكونش في موجوده محكمه دستوريه، معناها التبعات القانونيه لقرار المحكمه الافريقيه هو راه تبعات معقوله، معنى حتى الكالندري المقترح معقول. زاد في الحكم زاد قال لك تونس خرجت نهار 25 جويلية من السياق الديمقراطيه وكذا، لهنا مش تدخلوش هكا بالضبط بما يعنيه هذا، قال لك 25 جويلية في القانون اي سورتو اي سورتو الاجراءات 22 سبتمبر التدابير الاستثنائيه فهمني، ولا قال لك لا هذه تمس بالديمقراطيه. ومن يقول عكس ذلك شيمن؟ انا نقول عكس ذلك، انا نقول لا ولا التدابير الاستثنائيه اللي تضاعت يا مراد. انت مع المسار ماكش مع التدابير الاستثنائيه، مع المسار ومع التدابير الاستثنائيه اللي عملها الرئيس لانقاذ ما يمكن انقاذه من البلاد هذه. لا اي 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 انسان عنده شويه معقوليه في القانون ضد قرارات 22 سنه، لا اي انسان تبع لا معقوليه في القانون، في القانون اي انسان تبع الضفه ما فهمش الضفه الاخرى، خلينا طول المحكمه الافريقيه حسين وغفران ما تكلمش في المحكمه الافريقيه وانتم ما تكلموا. لا نجاوبك على السؤال اللي طرحته توا الفرع
الفرق ما بين 2011 و 2025 جويليا، انه راه في 2011 فما اجماع يعني اللي نحن كنا نعيشوا في نظام يعني ديكتاتوري ابار الحزب الحاكم، اللي في جويليا وال 25 جويليا ماهوش اجماع نجم كل فما انقسامات. اليوم اسمعني اسمعني مش كل حاجه، انا مثلا انا نحكي على روحي انه في 25 جويليا فما برشا ناس مشي في بالها اللي بالحق فما باش يصير تصحيح مسار، وخاطرنا تعبنا ماك سنوات نتاع 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 الحكم نتاع الاخوان وغيره. ولكن من بعد كي لقينا لرئيس الجمهوريه يعني الغى البرلمان والغى كل السلطات المضاده وهبطنا المرسوم 117، دونك بالنسبه لنا وقتها عرفنا روحنا دخلنا في منعرش خطير. شكون انتم؟ ونحب نقول احنا توانسه توانسه وناشيني توانسي. لا احلى احلى راهو من المهم راهو وصل تو باش نلقاو حتى في التعليق فما عباد باش تنزل على نجيب، فما عباد تقول له برافو نجيب، فما عباد باش تنزل على زياد، فما ناس يقولوا له برافو زياد. انا اللي يهمني بربي بين التوانسه وبين التوانسه راهو فما فرق كبير. فما فرق، فما توانسه مع توانسه فما توانسه ضد يعني فما صندوق الاقتراع يجيب زوزين و500 في الاستفتاء مع مسار 25 جويليه. ما هو الاخرين يقولوا لك زاد يا زوزين و500 صندوق صندوق و8 بلايين ما مشاتش صندوق ديما في العلم الكل في العلم الكل في الانتخابات في العالم الكل نسبة الإقبال على الانتخابات ما تجاوز 30%. كلمة الأخرى الأخرى نحب نقولها، رانا نحن مانيش قاعدين عايشين وحدنا في العالم، نحن نعيشوا في وسط مجتمع دولي يعني نؤثر ونتأثر، يعني القرارات من نوع هذوما ينجموا يأثروا علينا في المستقبل. يلا شيء ما فو ترافيك فمشي تأثير على السيركولاسيون اليوم بعد قرار المحكمة الإفريقية، هذا تسمعوه في شيء ما فو ترافيك. Shell V-Power, le carburant premium il y a t'il motor karaptek akfer nage a ofer ilé. Shell V-Power super sans plomb et gasoil sans soufre est le produit de l'année le l'arme fini à la tawili. يلا 7:55 دقيقة مازلتوا على إكسبريس، قلت إكسبريس، مازلتوا في ميسيون امبوسيبل وما يدخلش بعض الواحد سبحان الله يا أخي شنو وش بها عيب إكسبريس تعرفوش على إكسبريس على خاطر عندي إعلان ضيع بربي أميمة بن حنين. يا أميمة بن حنين كأنك تسمع فيا، راك ضيعت باسبورك في الـ 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 على على شو اسمه هذيك الإكسبريس تونسير إكسبريس وراهو باسبورك توا، كانك تسمع فيا يا أميمة يا بن حنين أوراقك وباسبورك وبرشا حاجات مهمة توا تلقاها في أجنس تونس كارتاج متاع تونيسير إكسبريس. هذاك عليه قلت إكسبريس رحمة بلاش باسبور مش لا 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 جربة جربة بلاش باسبور جربة أما هي ظهر لي باش تمشي لبلاصة أخرى بربي. أميمة بن حنين كان تسمع فينا توا وكان حد يسمع يكلمها من أصدقائها من أهلها يقولوا لها راهو باسبورك وأوراقك اللي نسيتهم في الطيارة تلقاهم توا في أجنس تونس كارتاج متاع تونيسير إكسبريس. وانتوما على إيميسيون امبوسيبل 7:56 دقيقة على EFM أحلى راديو. الخبر الأخير مازال الجدل يتفاعل، مازالت العركة قوية ما بين بيير بورديو ميشيل فوكو ما بين جيل دولوز بين كذا، عركة فلسفية عليك. قوية هيفا مكي ترد على منتقديها وتقول لهم انتوما رافضين حضوري في برنامج فكرة سامي الفهري على خاطر انتوما عندكم موقف من المرأة وهذايا يتسمى عملية تمييزية ضد المرأة. هيفا المكي ترد على منتقديها. هاي شنو رأيك سيدي عبد الستار؟ ما في بالك بالحكايه كيف ما في بالكش بالحكايه توا سيدي عبد الستار حكينا عليها البارح جمله توا اللي هذيك اي نعم اللي قامت القيامه وكيف يتم استضافتها من عاش عليها جميع امام توا عركه بين اثنين علاش الراي العام في باله المراه وراجل بيناتهم حاجه هي ما كان كان تراضاو تراضاو يدخل بيناتهم حد بالصلح والا والا ولا يمشيوا يتفارقوا تعرفوا بالمعروف يتفارقوا بالمعروف الولف ضايع. علاش علاش عركات المشاهير تقبلوهم كي يجيو يحكيوا في البلاتو تيلي في العالم الكل دايغه في امريكا اتذكر الفيلم اللي مثل فيه خونا ليوناردو دي كابريو على اساس عالم فضاء عملوا معاه درج وسحتوه عركه زوز رابريت ولا شو هو ومرته خذيت ساعه غير بعض. تقبلوا عرك المشاهير ما تقبلوش عرك الموظفين حتى عرك المشاهير فشقه لوي معناها هذا حاجه بين زوز من الناس معناها معناها كيما تعرفوا تقابلوا بالمعروف يتفرقوا بالمعروف وفي نوفي فسروا لي الظاهره النفسيه هذه شنو الحكايه؟ عباد عباد نعيشوا في الازدواجيه الشخصيه ولا شنو؟ قد ما ينتقدوا اللي يسبوا بيدهم هما بيدهم اللي يسبوا توا وكيفاه وعليه هما بيدهم اللي يتفرجوا شنو هي الحكايه هذه؟ مراد انا ماك تعرف قصه عندي قصه العالم الكل ولا باش ما نقسيوش برشا على رواحنا نحن في تونس خاطر توا ولا حديث التفاهه والرداءه ودرا شنو؟ خير رداءه جزء من المشهد في العالم الكل ولا؟
أنا تعرف شنو نظريتي في الحكاية هذه وبش نقعد كويرون فيها ونخلي الكرة للناس الأخرين. Don't make stupid people famous. أنت من الحكاية هذه أنا ولن أضيع 10 ثواني باش نحكي على stupid people ما عندهمش حق زيادة في الشهرة. ما فما حق في الشهرة كان للعباد اللي صنعت الصواريخ ولا الواحد ولا إنعم سيدي إنعم كاتيجوري أنا نعطي والشهرة لإنسان أبدع في حاجة نجم تكون حاجة ثانوية مش بشرط الإنسان المبدع في صناعة الميلفوي مبدع الإنسان المبدع في صناعة السبابط مبدع طبعا الإنسان المبدع في أنه يتلهى بالجر مبدع أبدعت في شدين رجلها عمل حاجة في حيث أبدعت في شدين رجلها وصورت وخذت إيكو كبير أبدعت على التبرهين في كشف حقيقة الرجال اللي صحبوا على نسائه هما مارسي اها بعدت زاد مو بالحق بعدت هي علاش خذيت توم بلاير مال علاش الاخرى هذيك نتاع اللي قتلوا هي تكون هو هكا كيفاه كيفاه بعدت بالحق مش في قضيه في قضيه مهمه وما سكتتش وما سكتتش وتكلمت ودافت على روحها ودافت على اسرتها ودافت على عائلتها واخترقت قانون الصمت بالحق اللي مفروض من طرف مافيا رجال اللي صاحبوا على نسائهم اي ولا مش معقول وطول الطفل وطول كذا عليه اما لهنا ردها هي تاثرت بغفره أيوة. ها ما خلوش لاني مرأة كل يعملوا عامله يوليو المراه والفاتين المراه انت خلينا نسمعوا هذه غفران اي انا اليوم باش الايه باش تتقلب بيني انا ونجيب انا مثلا ضد المراه انا ضد اللي صار هذايا الكل يعني اليوم علاش ما نمنوش بالخصوصيه في تونس اليوم علاش الرجل ما نجمش يقعد مع مراه في ريستوران تكون صديقته علاش لازم يكون ما بيناتهم حاجه علاش مراه كي تخرج مع راجل لازم يكون ما بيناتها هي وياه حاجه هل ذوما هما نحسهم انا من المواضيع بالحق اللي لازمنا نلقاو لهم حلول نرجعوا توا للاخت انا هيفا بالحق حطتني في حالة متاع صراع داخلي أيوة إني ما بين مش ندافع عليها وبش ندافع عليها أكيد هذاك دوري إني ندافع عليها ودورها هي ندافع على كل مرأة وإني ندافع على الطفلة الأخرى زادة اللي تهرست اللي تصويرتها هبطت على الفيسبوك واللي يقولوا اللي هي خطفت رجال واللي هي كذا اللي هي أخك كل تنجم تكون هي صديقة عادية اللي عملته الأخت هيفا 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 مكي علاش أنا اللوم أنا علاش اللوم علاش اللوم أنا علاش اللوم أنا مع سي عبد الستار كي قال معليش المشاكل اليوم صديقة عادية شكون قال لك عليه شكون قال لك أنت معاهم أنت تعرف المرأة قالت المرأة قالت هذاك هي موقفها نحن سمعنا رواية الطفلة الأخرى تطلب في رجلها ما يهزش عليها هي ما هزش عليها حتى اللي فون سيلون سيو وقاعدين في رسروا تبارك الله وليش ندافع على واللي فوق الطاولة في رسروا ما لا انت يا سامحني خل عود الاكستري هوكا موجود الاكستري اللي اثار الضجة الكبيرة والاثار الحكايات كذا هوكا هذه هي اللقطة اللي من أجلها توا قامت القيامة توا واصل واصل غفران يعني أنا خليني ناخذ مثال من مبارح خذينا مثال أنا وياك نعاودوا ناخذ توا يعني أنا وياك اليوم تستدعاني تقول لي يا غفران هاي نخرجوا نمشيو وناكلوا حاجة في مطعم خلينا نحكيو شوية يعني بيني وبينك حاجة لازم وما تتصل بك مرتك وما تنسش عليها خاطر ما فقتش بيه مشيت للتواليت ولا حاجة استفهام يلزمك الشيطان ثالثكما الشيطان ثالثكما اي بك الحميمية هذيك وقاعد وحاطت وحاطت الروزاتا بجنبه والراجل كذا اش قال نجيب دافع يا نجيب على شنو وكي جات مرته واش يسمع هي الاخرى قال لها مش خلى مرته قال الاخرى يبرني يا برهان تشوف فيها الحميميه يا برهان ما يسالش هذا رايك انت الشخص راه في مكان عام راه اللي يحب يعمل حميمه ما يعملش في مكان عام راه يمشي يعملها في اماكن خاصه انا نتصور كان جات صاحبته راه ما كانوش موجودين الغادي في مكان عام يعني شويه لوجيك شويه لوجيك اسمعني بخصوص الواحد خلينا نرجع غفران بخصوص قصه الواحد خليلي يشير لي يقول لي بربي ذكر الجماعه فما واحد خدمته كامله شخص في على التيك توك في العالم بقى رواج كبير انه يعمل يديه على اليمين وعلى اليسار زوز اشارات يعني غزاء بيهم عالم كامل دخل ملايين هاك شوفوا السيد هذايا على الصوره هاك لابس مريول ما يتكلمش ما يعمل حتى شيء فوالا هذا هي الحكايه بتاعه وحركات مراد كيف يتعلق وانت تحكي على اساس انه ها هذا العالم شوف من غير ما نوليو نعطيو في دروس ولا نكونوا اما الحق انستغرام وتيك توك قاعدين يهزوا العالم نحو موجه من الغباء والتفاعل احنا غارقين فيها انستغرام وتيك توك زي ما قلت دونك مستر بين نحطوه في نخانه ليه معناها مستر بين فنان اي حتى هذا يلا عندي الاخبار ميتيو الاخبار يلا يا فام ميتيو